السلام عليكم. بزاف منكم غادي تكونوا لاحظتوا بان هذا التليفون اللي عادي، ولكن ماشي تليفون عادي. لقيت بعدا ديجا في لي كومونتير واحد جوج يمكن ولا ثلاثه، ماشي بزاف، اللي قلتوا لي نجيب فيه ولا نوريكم بعدا هذا الهاتف مباشره من موبايل وورلد كونغرس 2018. دونك غادي يكون فيديو غير خفيف وظريف باش تشوفوا هذا الهاتف كيفاش داير والخصائص ديالو. ما بين الحوايج اللي واعرين في هذا الهاتف هو انه شوفوا كيفاش داير من الجنب. شنو الخاصيه ديالو؟ هي انه منين كتحلوه بحال هكا كيوليو فيه جوج ديال لي زيكرون. هذه فكره اللي صراحه اول شركه اللي غتفكر فيها هي هاد لا مارك ديال لا مارك زي تي او. انتما غادي تفهموا بزاف ديال الخصائص اللي فيه، هو انه مثلا تقدروا ديروه بحال هكا وكيولي ايكرون واحد، يعني كتمشيو غنوريكم، يعني كتولي جوج ديال لي زيكرون في ايكرون واحد. مثلا بغيتي تشد هذه غادي تقدر تمشي لهنا وتحطها في هذه الجهه، دونك كيوليو جوج ديال لي زيكرون لي انتراكتيف مع بعضياتهم. حاجه اخرى اللي هي هذه هي انه كيوليو جوج ديال لي زيكرون لي مختلفين، واحد كيكون فيه مثلا لاكوي وواحد فيه لو مون. دونك تقدروا ديروا جوج حوايج هنايا، هنا ابليكاسيون مثلا وهنا شي فيديو خدامه. هذه صراحه فكره اللي واعره، ما علم ان الشاشه راها كبيره بزاف في الشده ديال يدي. دونك شوفوا يدي وشوفوا البورتابل قداش داير. اوبسيون اخرى واللي هي هذه هي انه كطفيو هذا وكيبقى غير هذا اللي خدام، يعني كتسدوه بحال هكا وكتوليو خدامين بالتليفون اللي عادي. حاجه اخرى عاوتاني هي انه الا اختاريتو هاد لوبسيون الاولى كيوليو جوج ديال لي زيكرون معاودين، يعني كتقدروا ديروا ليه مثلا بحال هكايا وكديروا هنا مثلا فيديو ولا شي حاجه، وحتى الشخص الاخر اللي قدامكم كيشوف نفس الحاجه. دونك هادي بحال جوج خدامين في هاتف واحد. فكره هي صراحه اللي خطيره وعجبني بزاف. بالنسبه للثمن ديالو سولته قال لي بانه كيدير 850 دولار، يعني تقريبا واحد 8000 درهم في هذه الجوايه. معلم انه في اسبانيا حاليا غادي يخرج الاسبوع المقبل، دونك غادي تكون في الوقت اللي غادي نلوح يمكن ان شاء الله هذا لا فيديو، دونك غادي يكون خرج. وفي العالم يعني في الورد وايد غادي يخرج تقريبا يا اما في شهر مارس ولا في شهر ابريل. معلم انه فيه كاميرا وحده اللي هنا، هذه فيها 20 ميجا بيكسل. دونك منين كتقدروا تستعملوها كتقدروا تستعملوها بحال هكا على هذا الشكل. دونك هذا كيكون في مود مثلا اللي سيلفي اللي عادي. منين كتبغيو مثلا تخدموا الكاميرا لور كتعاود دوروها بحال هكا وكتولي الكاميرا اللورانيه هي اللي خدامه وكتوليو تشوفوا داكشي في اللور ديال ليكرون. معلم انه فيه حتى اوبسيون اللي القدام كيشوف راسو في ليكرون لي اللور باش يشوف كيفاش غادي تجي التصويره. بلاصه اخرى حتى ديال الميكرو جاك، دونك ما حيدوهاش في هذا الهاتف. معلم انه فيه 64 جيجا و 4 جيجا ديال الرام، وكاينه بلاصه ديال الميكرو اس دي اللي كتوصل حتى ل 400 جيجا. حاجه اخرى عاوتاني هي انه هاد البطونه باش كتطفيو وكتشعلوا التليفون اللي هي هذه فيها بلاصه ديال لومبرانت، يعني كتحطوا غير الصبع ديالكم بحال هكا وكيشعل التليفون. وزايدين فيه حتى واحد البطونه اللي كنبغيوها ديما وكنقولوا علاش لا ما تكونش بزاف ديال الهواتف، هي هذه بطونه ما فيها دابا حتى شي حاجه، كتقدروا نتوما تبروغراميها وتولي تحل لكم ابليكاسيون اللي معينه زايده على البلاصه باش كتزيدوا وتنقصوا الصوت. هذه فكره اللي واعره وما كرهناش ان شاء الله نشوفوها حتى في هواتف اخرين. وفي اللور ديالو كيجي على هذا الشكل منين كيكون محلول، دونك منين كتسدوه كتجي القضيه دايره بحال هكا. وصراحه زوين ما غليتش بزاف، مي فكره واعره. انا صراحه عجبني، غنعطيه تقريبا واحد 9.10. قولي حتى نتوما الراي ديالكم عليه في لي كومونتير وعلاش لا ان شاء الله ما نشوفوش كيتباع حتى في المغرب.